أكد عدد من النواب مجلس النواب أن برنامج عمل الحكومة الجديدة يعد رؤية شاملة للملفات التي تشغل اهتمامات المواطنين. وأوضح النواب أن البرنامج يتضمن تفاصيل خطة عمل الحكومة الجديدة في ضوء تكليفات الرئيس السيسي ومخرجات الحوار الوطني. حكومة طموحة واعدة، البرنامج هايل جدا، ولكن احنا دايما بنتكلم ان احنا محتاجين الخطة دي اللي موجودة تتحول لخطة تنفيذية بمؤشرات زمنية ومؤشرات اداء. الكي بي ايز لازم تكون واضحة ويكون السقف الزمني بتاعها مقسم سنويا، لان انا محتاجة على نهاية السنة واحنا بنسائل الوزير نبقى عارفين بنسأله على اي نسبة اللي المفروض كان يحققها او ما يحققهاش. برنامج طموح، برنامج فعلا كله تحدي، ونأمل إن شاء الله بإذن الله أن هذا البرنامج خلال 3 سنوات يتم تنفيذه، ولو تم تنفيذه الحقيقة هينقل مصر نقلة كبيرة جدا بعد 3 سنين إن شاء الله بإذن الله. إحنا بنناقش، بدأنا بموضوع الإدارة المحلية، هي كلمنا في أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية وأهمية تحديد خصائص تتناسب مع مسؤوليات المحافظين. احنا مش مختلفين على البرنامج اللي هم عرضوه خالص، متفقين عليه، هو هيكل بنيان جسد محترم جدا، بس احنا عايزين نبث فيه الروح. والروح في البرامج يعني ايه؟ يعني سقف زمني، يعني ادوات واليات تنفيذ، انا هعمل ايه فين بكام وامتى. وانا النهارده في كثير من الملفات ما اقدرش اعملها كوزير لوحدي، لازم يبقى الوزيره زميلتي والوزير زميلي، في ملفات ممكن بيخشوا فيها 3 وزراء، ودي افه مصر ان انت العمل يكون عمل جماعي بتنسيق عالي المستوى بمفهوم انا طرحته النهارده. ولازم نتكلم في الكلام ده في الايام اللي جايه، العوائد، اي شيء لازم اطرحه لازم يكون بمفهوم اقتصادي. محدش يقول الله انت بقى بتبص على الفلوس، لا ما ببصش على الفلوس، ابقى ببص على الاستدامه، لان التجربه اثبتت ان عشان القطاع ده ينجح لابد ان يكون له موارد متدفقه متجدده ماليه تستطيع ان هي تواجه الانفاق عليه.